ولكن العودة إلى نوادر، هذه إحدى النوادر النادرة الفريدة المنطلقة مع مقدمة الشوط بدون أي أوامر. نوادر 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 نادرة بحد ذاتها تفتتح المهرجان، مهرجان ختامي الوثبة لسباقات الهجم بالوثبة، يتراقص مع نوادر. تحية واحترام لنوادر نوادر نوادر، راحت بالكادر العلوي، راحت بكادر لحالها. تهانينا لمالكي نوادر أحمد بن عبيد بن راشد بن صندل على هذا الفوز. المركز الثاني شموخ سعيد بن منانة، وثالث المراكز هنا من شاهين عبد الله بن عنبر بذويب العامري اللي واصل هنا. مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، ولكن قناة ياس ايضا منتشرة بعدساتها الرائعة والتي تلقط هنا. احياء بيحمل الرقم واحد ينطلق في المركز الاول، الصغير بن محمد بسيف المنصوري ياتي هنا. مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام ليذهب بالسلامات الى اهالي مدينة زايد، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. لحظات الوصول مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام مع خط النهاية، مندفع اندفاع رائع وجميل يسجل اول اشواط الجعدان هنا. مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام المركز الثاني وصل مسعف سعيد بن ناصر بن احمد الدرعي، المركز الثالث هملول لفلاح بن فهد. اللحظة ولكن تعيبة تعيبة يا بن طحنون، ينطلق مع المركز الاول فلاح بن فهد بن فهيد بن طحنون الهاجري، مهاجر الى الفوز الى الناموس الى الانتصار، مقدم لتعيبة. شواهين مع المركز الثاني مبارك بن محمد العصر الخيلي، ولكن مالك جلمود مالك جلمود للانتصارات يعود. بن طحنون بن طحنون ينقل السلام الاول للمملكة العربية السعودية، تهانينا لك يا بن طحنون يا فلاح يا بن فهد يا بن طحنون يا الهاجري على فوز تعيبة في المركز الاول. المركز الثاني هوايل، اتت مع المركز الثاني امشي على المقدمة. الماس هو المروان بسالم السبوسي على مقدمة الشوط مع الناموس. شاهين من يحتل الان المركز الثاني، صالح بن طرشوب بن محمد العامري، وفي المركز الثالث الادهم خليفة بن محمد بن زهرة الخيلي، والرابع الاسد سالم بن مبارك بن عيد المنصوري. لكن اعود مع الماس، يا سلام يا سلام يا سلام، هذا هو الماس الميتين المتر النهائية، والماس الماس الماس هذا الالماس هذا الذهب هذا المرصع بالنواميس ينتقل ويقود له هذه الاسماء العملاقة والضغوط من شاهين. شاهين والماس، الماس وشاهين، شاهين والماس، يا سلام شاهين 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 يا سلام. صالح بن طرشوم سلام يا العامري، صالح بن طرشوم محمد العامري. المركز الثاني الماس مروان بسالم السوسي، المركز الثالث ابن زهره واصل مع الادهم خليفه بن من قطار لسلطان بن علي اليبهوني، اول اذاعه لقطار، ولكن القادمه جناح حمد بن محمد بالسم المنصوري، وصل ايضا بن الزفنه منصور حمد بن مسلم بن الزفنه العامري. ولكن نعود وين؟ نعود مع الرجس، نعود مع البدايه، مع مقدمه الشوط، مع مقضي، وايضا قطار قطار يا سلام، قطار النواميس عابر الى الفوز، عابر الى الانتصار. ها هو القطار مشاهدين الكرام الناموس، قطار لسلطان بن علي اليبهوني، يغادر اليبهوني، ينطلق بالفوز، ينطلق بالانتصار. صباحك ورد، صباحك مميز يا مالك قطار سلطان بن علي اليبهوني. الظاهر لحظات الوصول معلنه الفوز والناموس. المركز الثاني من وصلت مشاهدينا الكرام مقضي سيف بن بطيب السيف السموسي، المركز الثالث رموز عبد الله بن عتيق بن عرميثي.
القادمة في هذه اللحظات. الصيرمية عبد الله بشطيط بسعيد العامري، بينما هنا الوصول من روعة سعيد بن حمد بن قرين العامري وشعار اليبهوني ومنطقة الاعلام وجولة الاوامر النهائية. حرك وروح يلي بالفوز والانتصار، ما زال اللي غير الصدارة. الله الله جواهر 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 سيل بن قرين بالروس العامري، ولكن بن قريع ايضا قادم، وهنا بن قرين قادم. وين الحركة يا بن قرين بدون يوامر؟ الله 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 يا شعار الساد، بدأ يسير الى المقدمة، بدأ ينطلق سعيد بن حمد بن قريع بن قرين العامري على ما اعتقد انها بنت ريسنج. المركز الثاني، الوصول في ثاني المراكز، وصلت جواهر سيل بن الأعزاء مع المركز الثالث في هذه اللحظات. الله مكلم سالم بن محمد بضبيب العامري من ياتي ايضا في هذه اللحظات، ووصول ايضا الحساس محمد بن مطر بن زايد المنصوري على المركز الثالث، ولكن مناور 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 يطلق مناورات الناموس مع 300 متر الاخيره. الله انطلق مناور، انطلق مشاهدينا الاعزاء محقق الناموس هذا الشوط عبد الله بن عتيق بن يمعه الرميثي من يعلن بانطلاقه مناور ليقدم هذه العروض الصباحيه، ليقدم هذا الاداء الرائع والاكثر من رائع، مختطفا ايضا ناموس هذا الشوط. تهانينا للسيد عبد الله بن عتيق بن يمعه الرميثي على هذا الفوز والانتصار بالمركز الاول، بينما المركز الثاني كان شاهين للسيد محمد بن عبد الله بن محمد بن عاضد المهيري، احد الاسماء القويه احد الاسماء العملاقه، يتقدم الان وينطلق مع المركز الاول في مسار هذا الشوط في قمه هذه التحديات. وهنالك المركز الثاني الظبي عبد الله بن خليفه بن محمد المرر مثايل محمد بن سعيد بن محمد الوهيبي قادم، وهنالك ايضا منصوره حمدان بن محمد بن حمد راعي الشيجه العامري. يا سلام، اختلط الحابل بالنابل مقدمه الشوط، انطلقت منصورة أهالي مصانع الجنوب، منصورة حمدان بن محمد بن حمد راعي الشيجة العامري. سلام يا العامري، سلام سلام إلى مصانع الجنوبي، سلام على فوز منصورة حمدان بن محمد بن حمد راعي الشيجة العامري. المركز الثاني منصورة عبد الله بن محمد بن عاضد اللي هناك ايضا يتواجد في هذه اللحظات، والتقدم من بشاير مصنع بن محمد بن مسفر. هناك اليومي يتقدم في هذه اللحظات، ولكن اسم جديد يتقدم هناك ايضا سامي بن حميد بن سالم الدرعو. يا سلام، اعود الى صدارة هذا الشوط. بدا هناك ايضا بدات جولة الاوامر النهائية، ولكن هي هناك ايضا الصغير بن محمد بن سيف المنصوري هناك ايضا على صدارة هذا الشوط. بشاير 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 تسللت بشاير نحو الناموس مصلح بن محمد بن مسفر اليامي. اليامي هناك ايضا يتقدم مع بشاير، يتقدم مع بشاير، واسم على مسمى تبشر بالناموس، تبشر هناك ايضا بهذا الاندفاع مع الامتار الأخيرة. المركز الثاني هي صغير بن محمد بن سيف المنصوري، المركز الثالث كان من نصيب آخر مقاتر بيقاتر سعيد بن سالم بالرصاص العامري، ولكن هنا من يطلق رصاصة أخرى باندفاع. هنا التعاون ومحمد بن الصغير بن محمد المنصوري، هذا هو بن الصغير. الله ينطلق ليضيف نقطة أخرى لهذا الشعار الغربي. الله يا ابن الصغير، الله يتعاون والكل متعاون. محمد بن الصغير بن محمد المنصوري، سلام للغربية ولك التحية يا ابن الصغير المنصوري. المركز الثاني من وصل هناك السناوي.
في هذا التحدي الجميل. وسلطان دمت عبد الضاعن الاغطلي ولكن تدخلت الاسماء سوق سعيد نصيع بن سالم بن علوبة العامري والمركز الثالث في هذه اللحظات. تنطلق روعة وسالم بن احمد بن سالم الاخيلي ولكن مشاعل مشاعل يا مشاعل يا مشاعل راحت بالناموس. انطلقت بالمركز الاول مع سلطان دمت عبد الضاعن الاغفلي الاغفلي انطلق بهذا الناموس انطلق بهذا التحدي. تهانينا والناموس المالك مشاعل سلطان بن متعب بن ضاعن الاغفلي ليحقق هذا الانتصار. المركز الثاني سوقه سعيد نصيح بن سالم العلوبة العامري والمركز الثالث. الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وارسال قادمة ارسال 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 بدأت تتسلل الارسال هنا على الصدارة على المقدمة على المركز الاول. ارسال سالم بن علي بن سالم هنا بالخرج نكتبي من ينطلق مع ارسال ومن الجانب الاخر روعة عبد الرحمن بن سلمان بن صالح العتيبي هنا يا سلام الله التحديات. ارسال وروعة ارسال وروعة والتحدي جميل جميل لمن الفوز لمن الناموس. الله اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة يا سلام يا سلام يا سلام من منين قادم من منين من منين من منين من منين مع هواي المبارك بن رايد بن محمد من منين على الصدارة على المركز الأول. المركز الثاني روعة عبد الرحمن بن سلمان صالح التيمي أرسال في المركز الثالث سالم بن علي بن سالم. المركز الأول يا سلام يا سلام يا سلام يا هذه الضغوطات الرائعة. هذا هو نجس حشر بن ظفر بن راشد الهاجري ولكن ماذا لكن مجهول مجهول يا سلام بن علوبه العامري من يستطيع أن يحاول وينقل لنا هذه السلامات مع مجهول مجهول وأيضا نجس. أين السلام أين السلام يبدو أن للضيوف يبدو أن للضيوف رأي آخر. يا سلام هذا هو هذا هو نجد مع الناموس حشر بن ظفر بن راشد الهاجري والسلامات تغادر إلى دولة الكويت. يا سلام يا سلام المركز الأول والسلام وتحية واحترام مجهول مع المركز الثاني سعيد بن صويح بن سالم بن علوب العامري. المركز الثالث العدملي محمد بن حمد بن محمد المر الذيبة مع الانطلاق الأول ما تسلم المهمة تبي الفوز ولكن هنا بالخزع بالخزع قادم بكل قوة وصلت راهية. يا سلام يا سلام أهالي الوقت قادمين بكل قوة بكل قدارة يبون يضيفوا مشاهدين الكرام ويهدون أهالي الوقت. هذه السلامات غادر 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 أحمد بالخزع بالهرك العامري وغادرت راهية انطلقت إلى الناموس انطلقت إلى الفوز. سلام سلام للمصانع الجنوبية سلام يا لوقان سلام واسعد الله صباحكم يا هالي لوقان على هذا الفوز والإبداع والانتصار. تهانينا لأحمد الخزع بالهركي العامري من يقدم راهية لحظات الوصول والفوز والانتصار. المركز الثاني من وصل التمايم مبارك بن سعيد بن مبارك بن عادل كتب المسار وفي هذا المهرجان يقدم مشاهدين الكرام لهذه اللحظات ما شاء الله أرباح ولكن تدخل أيضا من قبل مشاهد الكرام في هذه اللحظات أيضا مواثيق مواثيق محمد بن حمد بن محمد الزعبي خدت المركز الثاني. اللحظات الأخيرة المنصة بانت ما شاء الله تبارك الله. يا سلام يا سلام على هذا الإبداع مع المركز الأول أرباح أرباح مع المركز الأول سعيد بن محمد بن سلطان العويسي مع المركز الأول أراح العويسي مع هذا الإبداع مع هذا الانطلاق. تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل مع أرباح أرباح لحظات الوصول إلى خط النهاية. تهانينا والناموس أيضا للعويسي على فوز أرباح أيضا سعيد بن محمد بن سلطان العويسي المركز الثاني. وصلت في هذه اللحظات أيضا مواثيق محمد بن حمد بن العام
العامري اللي انتزع المركز الاول بدا يغادر الى مقدمه هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، انتزع المركز الاول، بدع صوغان بدع صوغان بمقدمه الشوط للسيد منصور بن ناصر بن زعيتر العامري، ولكن المجد ولكن خلاص صوغان، السلاله الصوغانيه والمحاوله بين المنصوري وبين العامري واللحظات الاخيره 200 متر. سلام يا العامري، سلام سلام يا صوغان، سلام، تهانينا والف مبروك لمالك صوغان السيد منصور بن ناصر بن زعيتر العامري، لحظات الوصول الى خط النهايه المركز الثاني. يصل في المركز الثاني مجد السيد محمد بن ناصر بن سعيد المنصوري، المركز الثالث يصل في المركز الثالث مهاجر. سالم بن برق بن سالم الزرع، اهالي سلطنة اهالي سلطنة يطالبون بناموس هذا الشوط، دير بالك يا زرعي على المسار المتابعة. الله يا بن مبارك، هو من يتولى الصدارة؟ خلاص بدينا نقترب، بدينا نقترب من زاوية خط النهاية. ما شاء الله تبارك الله، 200 متر الأخيرة عن مسار هذا الشوط. الله يا سلام يا سلام، إذا سلام لهالي السلطنة، السلام وتحية تهانينا لهالي الشرقية، تهانينا بالمركز الأول على هذا الإنجاز الجميل الثاني لسالم بن مبارك بن سالم الزرع. لحظات الوصول وصول وزن إلى خط النهاية، معلن التهاني وناموس المركز الثاني. مشاهدينا متابعينا الكرام، كان من نصيب هناك الشهنية لحزام بن محمد على عامري مع مجد. هنا ايضا يطمح العامري الى الناموس والانتصار مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث والوصول مع المركز. يا سلام شاهين محمد بن علي بن سعيد الدرعي، يا سلام، بدا المعركه هنا من اجل الناموس والانتصار، لمن الناموس ولمن الشوط. يا سلام بالحسم يغير الى المركز الثاني والوصول ايضا من 31. يا سلام شاهين محمد بن ظافر الهاجر يغير، الهاجر يغير الى المركز الأول. يا سلام، الله الله، شاهين محمد محمد مظافر الحاجري، سلامي سلام سلام. النقطة الثانية لهذا الشعار، تهانينا وسلام يا الكويت، سلام. بينما المركز الثاني شاهين محمد بن جعفر الأخيرة أيضا طلعة، وأيضا تبوك تبوك وطلعة طلعة وتبوك واللحظات الأخيرة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، اللحظات الأخيرة هناك أيضا تبوك اللي خطفت الصدارة، خذت المركز الأول. تنقل السلامات إلى سلطنة عمان الشقيقة، وأيضا بالفعل اللحظات الأخيرة تبوك أيضا تبوك، ولكن طلعة طلعة وتبوك تبوك ولا طلعة. اللحظات الأخيرة المنافسة الثنائية جاوز يا مجاوز، ولكن بالفعل أنها طلعة في اللحظات الأخيرة. يا سلام 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 يا الخزنة، سلام. تهانينا مشاهدينا الكرام لمالك طلعة سعيد بن محمد بن مبارك بن حمد الشلخيلي، مشكور على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني تبوك سالم بن مبارك بن سالم الزرعي، والمركز الثالث أيضا هناك صوت محمد بن جعفر بن مرخان، والمركز الرابع المركز ثاني المراكز. المركز الثاني هنالك شاهين حمد بن صالح بن جابر الشرق، المركز الثالث كفو جمال بن ناصر بن مصعب الاحبابي، ولكن غياض. الله يا سلام يا سلام على هذا الاداء الرائع، اللحظات الاخيره اللحظات المثيره، وغياض على الصداره، غياض 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 في ختام هذه الفتره الصباحيه. تهانينا والف مبروك، هذا الفوز وهذا الانتصار راشد بن علي بن حمادي. المقارح ولحظات الوصول، اللحظات الاخيره مشاهدينا الاعزاء، والانفراد الكلي الانفراد الكلي عن بقيه المراكز. تهانينا والف مبروك، هذا الفوز وهذا الانتصار الى مالك غياض. وايضا التهاني اينما يسكن مالك غياض راشد العالم الحمادي. المقارح في المركز الاول، المركز الثاني من واصل مشاهدينا الاعزاء صوغان السيد حمد بن محمد بن حمدان الفلاسي، المركز الثالث